نيل؟ ها ليكك عرفتيني. مو بسهولة عرفتك عن جد. هاد انت؟ قصدي شو عامل بحالك؟ ايه 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 هاد انا مزبوط. وعلى فكرة ما في حدا هون بيسترجي يقرب ويحط ألوان علي ويعايدني. أنا حبيت شكلك كتير، بقصد إنه أنا بصعوبة لعرفتك. كيف الباقيين رح يعرفوك؟ أنا متأكدة إنه أزكى وحدة آليا ما رح تعرفك. أزكى وحدة؟ وأنا اللي كنت مفكر إني أزكى واحد؟ إيه قصدي أزكى وحدة بالعيلة. آه هيك فهمت. شوف كلهم برا. إيه شايفهم؟ بعرف إنك شايفهم، قصدي إلك بوراب بالغرفة لحاله. بس هلأ جانكي قاعدة معه. جانكي؟ إيه براغيا حاكتها، قال جابتها لتدير بالها على بوراب، لهيك لازم تكون منتبه كتير اليوم. وانتي لا تاكلي هم هالشي أبدا، لأني أنا متعود إني نفذ هاي المهمات يلي فيها مخاطرات كبيرة كتير. هي ما بينحكى فيها، يعني حتى لو حاولت جانكي تنقذ بوراب فتأكدي إنه يمكن تلحقه إذا وقفت بوشي.